بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خلي بالكم من عيالكم. واحدة من الأخطاء الكتيرة النهاردة في التربية أن الأباء والأمهات ما بيعرفوش يحذروا ولادهم من إيه وإمتى وإزاي، بينما ده دور مهم جدا. من غير ما يرعبوهم ولا يرهبوهم، لكن لازم يجي وقت سن 4-5 سنين أو أقل أو أكتر، في حاجات لازم يتقال لابني حاسب، خلي بالك ده بلاش، ده يضر، ونتكلم ومن غير ما نرعب، من غير ما نضخم المسائل. أديكم مثل من الكتاب. لما هارون اترسم رئيس كهنة، طبعا ولاده اترسموا ضمنيا كهنة بداية الكهنوت اليهودي، فوجئنا بمصيبة، بكارثة حصلت، إن نداب وأبيه ولاده الكبار دخلوا يبخروا وهم شاربين خمر، فحطوا زي بخور غريبة، وقعوا ميتين وهم بيعملوا كده. طبعا يا وجع قلبك يا هارون. بس أنا قعدت أقلب ما لقيتش إن هارون نبه عليهم إنه حاسبوا، عبادة ربنا عاوزة نقاوة وعاوزة حرص شديد، والوقفة قدام ربنا ليها استقامتها، ولازم الواحد يخلي باله جدا، وممنوع تماما انه النذير ده والكاهن انه يشرب خمر او مسكر. يمكن هارون لام نفسه، يا ريتني حذرتهم، يا ريتني خوفتهم. عشان كده بعد الغلطة دي على طول نزل كلام من ربنا لموسى، تحذر، ممنوع حد يشرب خمر من المكرسين. يبقى هنا في خطأ ما نقدرش نلغيه، انه الكبار ما نبهوش. طيب دي ممكن تقولوا لي بس دول كبار والمفروض عارفين، لكن نفس الشكل ده بيحصل مع اطفال كتير قوي. تلاقي ان الكبير ما قال لهمش يخلي بالهم من ايه وامتى يقول ويحذر من ايه، لانه لو حذرت زياده قوي هيطلع ابني عنده سوء ظن في كل البشر، عنده رعب من التعامل مع الناس. لا، انا مش عاوزه كده، أنا عاوز طفل يجري ويضحك ويتكلم ويصاحب الناس لكن يبقى مخلي باله من حاجته، وفي نفس الوقت مخلي باله من جسمه، محدش يلمس جسمه، لا ولد ولا بنت ولا راجل ولا سته، عارف جسمه ده مهم وبتاعه، ومين بس اللي يقرب من جسمه ده وبالشكل المظبوط، بابا وماما والناس المظبوطين. إذن لازم أحذر. عندنا مثل تاني، أبو وأم شمشون دول قديسين بجد، دول شافوا المسيح بعينيهم، ناس فلاحين بسط. طيب شمشون راح من أول يوم بقى شاب صغير كده، اختار واحدة وثنية يمشي معاه، وأبوه يقول له لا يعني ملاش لازمة. إيه اللي ملاش لازمة؟ ما تزعف ابنك، ما تحذره، أنت واخد نعمة، ما ينفعش اللي هتعمله ده، ما تهودوش وتروح معاه تخطب إيد واحدة وثنية، ازاي تجاريه لغاية الدرجة دي؟ فين شخصيتك كأب وأم؟ إنما في أباء وأمهات يمشوا ورا عيالهم كده. طب في الآخر شمشون اتعمى وكان هيهلك لولا رحمة ربنا وإنه تاب ورجع لإيمانه، لكن شمشون اللي كان من القضاة اللي يعتبر مسيح من مسحاء العهد القديم كاد يهلك. ما أقدرش أعذر والدي، في حتة غلط، في تربية متساهلة، ما تقلوش تحذيرات، ما تقلوش تخويفات، ما تقلوش ده لأ مهما حصل، ما تقلتش بشكل قاطع وواضح بحيث انه لا يمكن يحصل حاجة زي كده. أذكر مرة أم قالت لي، كانت منزعجة جدا، قالت لي في مصيبة في البيت. خير يا ستي؟ ابنها ده 5 سنين كذب. أيوة ستي ما حصلش حاجة. قالت لي زي ما حصلش حاجة، ده كذب، دي أول مرة يكذب، عملتي في الولد إيه؟ قالت لي مسكت عصبي، دخلت صليت كويس عشان ما انفجرش، خدته قعدته قدامي كده، وكان أول مرة يشوفني ببكي، قلت له إلا الكذب يا حبيبي، وقلت له اللي هيكذب هيحط إيده في إيد الشيطان، تعاوز الشيطان ياخدك مني؟ قالت لي هو كمان اتأثر وعيط وقال لها لا يمكن هكذب تاني،
بس هي كانت امرأة حكيمة، خدته في حضنها وقالت له أنا بحبك وأنا واثقة فيك جدا وأنا عارفة إن ده مش هيحصل تاني أبدا، بس اللي هيكذب هيسرق واللي هيسرق هيتسجن واللي هيتسجن. حطت له شوية تخويف كده، لكن رجعته تاني، أنت كويس وأنا بحبك وأنا ماما وهفضل جنبك. أنا ما تصورش إن الطفل ده ممكن يكذب تاني، لأنها عرفت تحذر وتخوف في جو مغلف بالتشجيع والحب والأمان. طب وماله، ما عندوش مشكلة الطفل إنه يسمع ده ويسمع ده. واحد زي علي الكاهن، هما أولاده دول طلعوا شياطين من الأول ولا ابتدى غلط في غلط؟ والراجل ساكت 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 على إيه؟ مش تخوفهم، مش تحذرهم، مش من البداية تقول لهم اللي هيشتغل الشغلة دي واحد اتنين تلاتة. في مبدأ تربوي مهم قوي، قبل ما تجيب أي جهاز بالذات لأولادك، من أول بقى الجيم بوي ده ولا الآيباد ولا الموبايل، قبل ما تفتح العلبة اقعد معاه قعدة، قول له ده يفيد في إيه ويضر في إيه، ونتفق اتفاقات قبل ما ياخد الهدية، يقوم يحس إنه بابا اتفق معايا من الأول. ولو كسر الاتفاق يبقى ضميره تعبه، لكن تجيب حاجة وما تتفقش، طب هو لو قعد 10 ساعات يلعب بالجهاز ضميره مش هيتعبه؟ أنا ما كانش فيه اتفاق قبل كده، ما كانش فيه تحذير إن ده ممكن ياخد الوقت يضيع حاجات مهمة، أو إنك ممكن تلاقي عليه حاجة وحشة بعد كده لازم تخاف منها. يبقى هنا فكرة التحذير يا أحبائي ضرورة. بصوا ربنا بيربينا إزاي، الكتاب المقدس مليان تشجيعات وتحذيرات، ده موجود وده موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد، تشجيعات كتيرة قوي وتحذيرات كتيرة قوي. طب ربنا بيعمل حتى مع العهد القديم اللي كانوا يبتدئوا مبتدئين في العلاقة بالله، كان بيحذرهم، ملعون اللي هيعمل كذا أو كذا أو كذا، دول شعب بدائي لسه بيتعرف. ربنا كأب مربي فاضل طبعا له كل المجد بيحط تحذيرات واتفاقات. التربية السليمة مبنية على الحتة دي، الخوف في مطرحه، التحذير في مطرحه، العقاب في مكانه وفي وقته، لكن ما تتسابش الحكاية كده مفتوحة. اللي طالعين ما عندهمش ريحة الخوف في التربية بيأذوا نفسه، اللي ما تقلوش لأ مش هيعرف يقول لنفسه لأ، مش هيعرف يقول للشيطان لأ، سكته وحشة أوي. اللي تقال له لأ بيعرف يقول لنفسه لأ، فبيقول للشيطان لأ، هيعرف يظبط نفسه. الشاب اللي ما بيعرفش يعمل كنترول على نفسه ده لأن ما حدش كان بيقول له ده ممنوع، فما عندوش حاجة اسمها ممنوع، فما بيعرفش يمنع نفسه عشان ما كانش عنده ممنوعات في حياته. ما تدلعوش ولادكوا زيادة، لأن في الآخر ممكن تلاقوا نتيجة وحشة قوي. خافوا من عواقب المستقبل، مفيش خبرة في الطفولة ما بتنعكسش على المستقبل، كل حاجة بتبقى محسوب. الكلام اللي بيتقال في لحظة واعية بدري قوي بيتخزن جوه ما بيطلعش من الطفل أبدا، وبيتشكل في ضميره، فيبقى جواه إحساس أنا بكسر كلام بابا في الوقت ده، حتى وهو 20-30 سنة، حتى لو أبوه ده مشي، لكن هو حاسس انه مش قادر يعمل الغلطة دي، لان ابوه اللي هو مندوب عن ربنا قال له ده لا ومن بدري قوي. فلما بتتقال صح بطريقة مظبوطة بدري قوي بتحمينا من حاجات كتيرة. ربنا يستر على اولادنا.